مرحبا، اليوم راح نستعرض مع بعض موقع جديد. الموقع هذا اسمه Dress for Less، يعني اشتري بسعر البس بسعر أقل. هذا الموقع في ألماني، بيقدم بشكل أساسي ملابس، لكن برضو في بعض البضائع الأخرى اللي بيقدمها، وهلا راح نستكشفها وراح نشوف شو وسائل الدفع وراح نشوف كيف فينا نشتري سلعة معينة. بشكل أساسي بيقدم سلع للنساء، الرجال، الأطفال. تعال نستعرض العناصر الأساسية اللي موجودة في هون في البار. هون في عنده فئة نوع اللي هي البضائع الجديدة، وهي على الأغلب ملابس. في عنده هون ملابس بكلايدونج اللي هي مصنفها حسب مجموعتين، اللي هي هون كل الـ حسب البرودكت، حسب يعني شو. مثلا انا هون عندي مثلا جاكيتات، كبوت، البلوفرز والبلايز المفتوحه والجينز، البلاطين، الفساتين، الكنزات، البلايز والتوبس او البدلات او القبصه. ونفس الشيء بالنسبه للبلايز والتونيكا اللي بتكون للستات، او التنانير، او الملابس الداخليه، او ملابس السباحه، او اللانجري. هو نفس الشيء بالنسبه ل او ام صنفها حسب الماركات. نيجي بالنسبه للاحذيه بنفس الطريقه، انا يا اما حسب البرودكت او حسب الماركه. نفس الشيء الاكسسوارز، الاكسسوارز بتشمل الطقايا، الاحزمه، الكفوف، برضو الشال، الشالات او النظارات، وكمان الشناتي السفر او شناتي الايد والى اخره. هون في سبور نفس الطريقه، حسب يا اما حسب المونتاج او حسب الماركه. برضو بقدم بعض البضائع البسيطة في اللي بتختص بالهوم اند ليفينج، يعني تختص في البيت. فيش اشياء، يعني اشياء بسيطة، بضائع مش بحجم كبير، يعني ما ممكن الاقي في هذا الموقع مثلا انه اجي بدي اشتري غرفة نوم، لا صعب جدا. فهي اشياء فيها اشياء بسيطة، ديكورات، اقمشة يعني عفوا يعني المفارش تعون السراير، ممكن ممكن اشياء صغيرة او الاثاث لحجم صغير، الطوايل حجم صغير، الاشياء برضو الاثاث الصغير اللي بختص في المطبخ. وفيه هون اختار حسب المنتج او حسب الماركة. وهون بعرض كل الماركات اللي موجودة. وفي اخر فئة هون بيعرض اللي عليها تنزيلات من ابتداء من 60% ل 80%، اللي عليها تنزيلات كبيرة. واخر فئة اللي هي فئة التنزيلات اللي مصممين، لما تكون مثلا في مصمم معين وعامل تنزيلات. طبعا اذا نزلنا شوي هون زي ما انتم شايفين بيعرض شو اكتر شيء هون في، يعني التنزيلات اللي بيكون الحالية. مثلا هون عامل 30% اكسترا، 30% لسه اضافي على التنزيلات اللي موجودة بمناسبة البلاك فرايدي. ننزل لتحت، في اشخاص هون ممكن انت نطلب احنا زي اخر الاخبار توصلنا على الايميل، وبيعطونا هون 10%، بعطونا كود على الايميل 10% تنزيلات كمان على اللي مشتري. بحط الشخص ايميله وبيختار هون هو بده مثلا للنساء ولا بده للرجال، فبصير يوصله. وممكن برضو يبعت لهذا الايميل ويحكي ويحط السبجكت يعني للايميل، يحط انه نيوزلتر، فبصير يوصله على الايميل اخر الاخبار، في تنزيلات، في كود خصم، كل هاي الامور. ننزل لتحت هون، بحكي هون شو اهم البراندز اللي الموقع بيسوقها. في براندز انا كتير بحبها، هاي البراند بحبها كتير بصراحة، للأحذية بتجنن. عنده مثلا البومة نوعيتها كتير منيحة، هذا كمان. في بعض يعني اللي عن جد اللي تسوى انه يشتريها الواحد، وكتير بتكون مرتبة. هون كيف فينا ندفع؟ فينا ندفع على الفيزا، الماستر كارد. واهم شيء ممكن كمان انا بلشت جديد اتعرف على كلارنا،
راح أعملها فيديو مخصوص شو هي كلارنا وكيف فينا ندفع فيها، كيف أدفع مباشرة أو كيف فيا أنا أدفع مثلا بعد أسبوعين، أو إذا بديش أدفع بعد أسبوعين بدي قسط مثلا، بدي شغلة مثلا ما بقدر أدفعها مرة واحدة بدي أقسط، كيف فيا أقسط على أشهر. بس أنا بحب فيها خيار اللي هي دفع بعد أسبوعين، لأنه هذا الخيار بعد أسبوعين بدون أي interest، بدون أي فوائد، وسهل ومريح يعني. في هون كمان after pay اللي هي يعني كمان فيك لما بتدفع بعد ما تشتري نفس الشيء، بس هاي شركة وهاي شركة. وفي هون إذا في أنا أطلب البضاعة توصلني الفاتورة على الإيميل، ومن هناك بحول عادي أونلاين يعني ترانسفير، بحول مصاري اونلاين، بدفعهم اونلاين من حسابي. فعدة طرق. انا بالنسبة لي بحب كلارنا وبحب الباي بال، بحسهم سهلين متوفرين. نيجي هلا نبلش، بدنا نشتري مثلا، خلينا نحكي بدنا نشتري جاكيت. اوكي، باجي هون بضغط على الجاكيت، على جاكن. اوكي جاكن، سوري خربش بالانجليزي والالماني. وانا هلا بدي مثلا للستات بحط دائما، هاي طلع عندي كل الجاكيتات. هلا بدي اروح للفلتر، بفتح الفلتر. الفلتر هو محطوط بشكل اساسي على انه اكتر شي بينباع. انا بدي اروح، بدي ابلش من الارخص للاغلى، بضغط هون. اذا بدي جديد هون، اذا بدي اكتر شي عليه تنزيلات هون، إذا بدي من الأغلى الأرخص هون، حسب ما بدي. مثلا أنا بدي شيء أغلى هون، من إنه يكون مثلا أغلى من، خلينا نحكي 120 يورو. ما بدي شيء أغلى من 120 يورو. هون إذا بدي الماركة، أخص بدي في ماركة معينة، أنا مش فارقة عندي الماركة. بدي أروح للحجم، خلينا نحط حجم ميديوم ونشوف. بحط هون، بضغط هون، بعد هون على الارتكل انساجن. هاي بينوا عندي من الارخص فالاغلى، بينت عندي البضاعة هاي زي ما انتو شايفين. في اشياء يعني هذا مثلا 16 يورو، هذا كتير مرتب حلو. وهيو بفي اشياء بسعر، مثلا هذا كان 79 صاير 22 وهكذا. في بضاعة في كتير مرتبة بسعر كتير حلو كمان. طيب خلينا نروح نشوف فئة تانية. انا بحب فئة الجاكيتات الطويلة. نفس الطريقة بروح على الفلتر، أنا بحب هذا الفلتر، أبلش يعني من الأرخص للأغلى، وأحط مثلا بديش أعلى من 180 يورو. اللون مش مشكلة، إذا بدي أخصص ألوان بخصص، أنا بس بالنسبة إلي مش مشكلة. في ناس مثلا بدها بس أسود، تحط بس تضغط على الأسود، بدك بس أخضر تضغط على الأخضر. أنا بالنسبة إلي يعني أوكي، خلينا نحكي أسود أخضر، لا ليلا أوكي، براون أوكي، فضي أوكي، أزرق أو كحلي أوكي، سكني أوكي، بيج أوكي، روز أوكي، بينك برضو أوكي. فأنا بفضل بصراحة الألوان ما يختارش الواحد، بس في ناس بتحب يعني مثلا بتفتش على واحد زهري مثلا، أو بتفتش على واحد بني، حسب تفضل. أورانج ما بدي، أوكي. وهون نرجع نختار الحجم، خلينا نحكي اخترنا ميديوم. بقدر الواحد يختار اكتر من حجم، مثلا في ناس ممكن تلبس احيان ميديوم، احيان ممكن تلبس لارج، فبما تختار هون وهون وبعدين بتشوف كيف بناسبها. اوكي، وهلا هاي برضو كمان جاكيتات، هاي هذا مثلا سعره كان 8 صار 22. هاي في اشياء معينة كل ما نزلنا لتحت طبعا. سوري نسينا نحط هون دائما، هاي هلا بين عنا بس الستات.
وبطلع ساعتها عندي جاكيتات بهاي الطريقة، وفيه أفتش اللي بيعجب. مثل هذا كان 230 صاير 66. تعال نشوف، كأنه بدنا نشتري هذا الجاكيت مثلا. لا، في جاكيت تاني عجبني أنا، هذا حلو. في جاكيتات للشتا، الشتا هدول مثلا بدي أشتري هذا، حط هون. هون باجي بختار اللون، أنا بدي هذا اللون زي ال، وهون بختار الحجم، وبعدين بحطه بالسلة. هاي بين عندي، بدي اشتري هذا بس. انا مثلا بدي اروح على السلة، هاي اعطاني، رحت على السلة واعطاني انه حكالي انه بوصلك الباكت يعني الطلبية توصلني خلال يوم او يومين. وهون بعدها لازم اروح على الكاسة، فاذا بدي اختار انا طريقة الدفع فيها اختارها. وهون اذا بيكون بعت لي على الايميل شو الكود اللي بدي اياه، كود الخصم بكون حاطه، او الكود اللي احيانا بحطه في اول الموقع بيكونوا حاطين كود خصم ممكن اختاره. واذا انا مثلا بطلت بديش ادفع في البيبال، بدي اروح ادفع انا مثلا هاي، فبعطيني اول شيء الشروط، شو كيف لازم ادفع، شو الطريقة، وشو حقوقي، وشو اللي الي وشو اللي علي. اوكي، وساعتها انا بدفع. طبعا هما بودوا لكل هاي الدول اللي موجودة هون في القائمة، اللي هي معظمها في دول في اوروبية، يعني ببعتوا ارساليات. بعد هيك بروح على الكاسة، مش اروح على الكاسة لانه راح يبين ايميلي وتفاصيلي ساعتها، تفاصيل يعني خاصة في، فمش راح اروح، لكن هون بعدها بروح على الكاسة وبدفع. هذا احد اللي هو المواقع اللي هو زي ما حكينا دريس فور ليس، اللي هو موجود بشكل اساسي في المانيا. تعالوا نستعرض بشكل سريع، لو بدي اروح مثلا شو عنده في الهوم اند ليفينج، شوف البرودكتس تاعونه. هاي نروح على الدامن، فبنلاقي مثلا جرابات، مناشف، بشاكير، روب مثلا. في عنده اشياء حلوه، واشياء يعني اللي هي الاشياء الكماليات اللي بتكون موجوده في البيت، مثلا هاي العلبه، البوكس، مرايه. لا سوري، مش مرايه، ام سوري، اتس زي البشكير. اوكي، تعال نشوف شو هون. في شفت شغلة حلوة. اوكي، هاي في عنده اكسسوارات حلوة للبيت. ما شفناش فئة السبور، هي نفس الشي راح تكون ملابس بنفس الطريقة يعني. تعال نشوف الدامن، لا سوري، سبور اول برودكت، ونروح على الدامن على النساء. هاي اعطتني سبور ملابس رياضية للستات نفس الطريقة يعني، البضاعة وكذا. هذا هو الموقع، اسمه دريس فور ليس، وشكرا لكم.